صغيرة هاف سيركل كبيرة اهي ده اسمه حرف العين. هو بيقولوا كده نص دايرة يعني صغيرة ونص دايرة. طيب احنا هناخد انهي بقى نمشيها على السطح. يعني انا عندي العين اهي دي، انا هاخد الحتة اللي فوق دي بس اكتبها كده اهي، هي دي اللي انا همشيها على السطح علشان تمسك ايه صحاب. يلا هنكتب كام عين؟ تلاتة عين وعين وعين. كتبنا ثلاثة عين عشان جبنا له ثلاث حركات بثلاث أصوات. إيه هما الثلاث حركات؟ فتحة كسرة ضمة. إيه أصوات حرف العين الثلاثة؟ عا عي عو عا عي عو عا عي عو. يلا بينا ناخد عين فتحة عا علم، والعلم ده علم مصر فاكرين بيبقى ثلاث ألوان، بيبقى ثلاث ألوان أحمر أبيض إيه أسود. طيب آه يلا نكتب كلمة علم. هنمشي ايه؟ تاتا تاتا، وانا ماشي تاتا تاتا بقي يقول ودني بتسمع ايدي بتكتب. يلا ع عينه عليها فتحة عل، بقي قال ودني سمعت ل، ايدي هتكتب لام. برافو عليكم. هعمل لام ماشي طالعة فوق كده وماشي على السطر. ماشي على السطر ليه؟ عشان لسه هيمسك في ايد صحابه. عل م م م م م حرف الميم. خلاص خلصت. ماذا حدث؟ خناقة. ماذا اكتب هنا؟ عين فتحة صح كده؟ ايده هتقع عمال منفصل زي ما خدناه في كي جي 1. ها اكتب هنا ايه؟ لام كده اللام، ما برضو ايده هتقع، هعمله زي ما خدناه في كي جي 1 يعني منفصل. ها حرف ايه ده؟ مي. عين فتحة ع علم، عين فتحة ع علم. تاني حركة جبناها الحرف العين كانت كسرة، وعين كسرة عين، عين كسرة عين. هناخد عين كسرة عين ايه؟ عنب. عين كسرة عين عنب. العنب ده فاكهة جميلة بتطلع في الصيف كلنا بنحبها، مفيد جدا. تمام؟ عين كسرة عين عنب، عين كسرة عين عنب. يلا نكتب عنب. هنمشي تاتا تاتا هي عينه تحتها كسرة عين ن ن ن ن نون. حرف النون ده هعمله سنة عليها نقطة وماشي على السطر. طب ليه ما عملناهوش طبق طويل كده ونقطة؟ ها عشان لسه هيمسك في ايد صحابه. عينب ب ب ب صوت حرف ايه ده؟ الباء. خلاص خلصت. عينب ب ب مفيش حاجة بعد الباء، هعمل الطبق الباء بالطبق بتاعه. ها ماذا اكتب هنا؟ عين كسرة صح العين كده؟ ايده هتقع. ها حرف ايه ده؟ نون. هعمله زي ده ولا طبق غويط؟ طبق غويط عشان يتخانق مع اصحابه. ها اكتب هنا ايه؟ حرف الباء. عين كسرة عين عنب، عين كسرة عين عنب. تالت حركة جبناها الحرف العين كانت ضمة، وهناخد عين ضمة عش. العش ده بتاع العصفورة، بيت العصفورة هي بتقعد تجيب القش وتنزل العش دوت على الشجر، تمسك العش على الشجر وتقعد تعيش فيه وتقعد تحط البيت بتاعها فيه وتأكل ولادها فيه. يلا نكتب عش عو عين وعليها ضمة عش. حرف ايه ده؟ شين. طب بنكتب الشين ازاي؟ شبه السين بس عليه ثلاث نقط اهو، شبه السين يعني كده وعليه ثلاث نقط بس. خلاص خلص. شفت سهل حرفين اهي بس. ماذا حدث؟ خناقة. اكتب ايه هنا؟ ها عين ضمة صح كده؟ لا ها شين. خلاص خلص. عين ضمة عوش، عين ضمة عوش. عين فتحة عا علم، عين فتحة عا علم.
عين كسر عي عنب، عين كسر عي عنب، عين ضم عو عش، عين ضم عو عش، مع بعض التلاتة، على عنب عش، على عنب عش، على عنب عش، على عنب عش، على عنب عش.